السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول كريم مسموع نقدم لكم سلسلة تزكية النفس الحلقة الثالثة. لا تتردد في الرجوع الى الله حتى وان كثرت ذنوبك، فالذي سترك وأنت تحت سقف المعصية لن يخذلك وأنت تحت جناح التوبة. قال سعيد بن جبير رحمه الله رضي الله عنه: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيدفع له كتابه فلا يرى فيه صلاته ولا صيامه ولا يرى أعماله الصالحة، فيقول: يا رب، هذا كتاب غيري، كانت لي حسنات ليس في هذا الكتاب. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتيابك الناس. قال العلامة محمد بن أمان الجامي رحمه الله: خير للإنسان في هذه الأيام أن يلازم العزلة ما لم يجد مجالا للمخالطة النافعة التي ينتفع بها أو ينفع بها. هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوءك ضعف ما فيها سررت، تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر إن غررت. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: الخلق الحسن يكسب الإنسان الراحة والطمأنينة وعدم القلق، لأنه مطمئن من نفسه في معاملة غيره. قال ابن القيم رحمه الله: عشاق الدنيا بين مقتول ومأسور، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إننا في زمن تموج فيه الفتن، تتلاحق فيه النوازل والمحن، وعامة الفتن سببها أمران: قلة العلم وضعف الصبر. قال ابن القيم رحمه الله: فإن باتباع الهوى يعمي عين القلب، فلا يميز بين السنة والبدعة أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكل متساعدين على باطل متوادين عليه لا بد أن تنقلب مودتهما بغضا وعداوة. عن ابن عباس رضي الله عنهما: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. قال: ينادي الرجل الرجل فيقول: إني قد احترقت، فأفض علي من الماء. قال: فيقال: أجبه. فيقال: إن الله حرمهما على الكافرين.